نفسك تبقى ايه؟ يعني انت شايف المستقبل شكله عامل ازاي بالنسبه لك في الحياه ولا لا في شغلك؟ في حته معينه انا حاططها في اللي هي ايه بقى؟ مزجتي وقناعتي بألحاني وكل حاجة هيجي وقتها. أنا ده مقتنع بيه 100%. أنت شايف إن ألحانك مختلفة مثلا؟ جدا. فين؟ مش جدا غرور. مختلفة إزاي؟ يمكن عشان أنا راجل مثلا متأصل شوية وعارف المزيكا الشرقي الصح ودارس مقامات وبعزف عود، فعارف عارف المزيكا رايحه فين وجايه منين ومقتنع ان في يوم من الايام الذوق العام هيبقى كويس. انت شايف أتمنى. ان الذوق العام دلوقتي مش كويس؟ اعوذ بالله من غضب. ايه رايك في اغاني المهرجانات مثلا؟ في منها حلو وفي منها وحش. امال اللي انت بتقول الذوق العام ده تقصد بيه؟ لا، في اغاني تانية بقى. زي؟ مش زي، ما بحاولش اركز. بس انا بسمع حاجه بتوجع لي ودني ما ببقاش طايق اسمعها. زي ايه يعني؟ ليه اني ستيل من الاغاني؟ يعني جونرا يعني؟ في مهرجانات لطيفه يعني. عمر كمال مثلا مطرب كويس. مطرب كويس وخامه صوته كويس طبعا. حمو بيكا كاركتر، هو حبيبي صاحبي كاركتر. كاركتر طبعا. أوه. ما عندك كان ساعتها كان في ناس زمان كاركتر طبعا. ناس بتحبه. تقصد مين طيب؟ ما انا معرفش اساميهم بقى. ما تعرفش اسامي في اللي هم بقى بيقولوا الفاظ وبتاع ازفت يعني. حتى المزيكا مش راقيه، احنا ما كناش كده. انا كنت بحب شعبان عبد الرحيم مثلا. شعبان عبد الرحيم طبعا الله يرحمه. طبعا. بص انا ما بحبش الاكستريم. انت لما خدنا الذوق والذوق بقى نزل كده شويه او ما بقى الذوق العام ما بقاش حاجه راقيه او حاجه شيك، انت ده مش انا. خلي بالك انت ضد. انا على قد ما انا بلبس وبعمل وابديتد وكده، انا راجل قديم. انا بسمع بس في بيتي. لازم تبقى جديد على فكره. بسمع جديد لازم تبقى يعني. انا بسمع لازم كل لازم تواكب اللي بيحصل. ما انا بواكب وبسمع بس. في حاجات هسمع ايه يعني؟ انا مش سامع. انا سامع تون واحد وسامع بيت واحد، ما انا هستفيد ايه؟ خلاص سمعته مره مش هسمعه تاني. مين اكتر حد بتحب تسمعه في مصر؟ مين اكتر مطرب بتحب تسمعه في مصر؟ كتير. مين زي كتير؟ قول لي اسم واحد. طبعا بحب بهاء سلطان، طبعا بحب عمرو دياب، بحب تامر عاشور، ناس كتير. وفي الستات بتحب تسمع مين؟ في الستات طبعا بحب شيرين. طبعا بحب انغام، جنات، مش عايز حد يخوني، امال ماهر طبعا. وبتحب كمان سميره سعيد؟ يا حبيبه قلبي. دي ايه بقى علاقتك بسميره سعيد؟ في علاقه صداقه ولا علاقه شغل بينكم؟ صداقه وشغل الاثنين. بتشتغلوا مع بعض ايه؟ نعمل اغنيه جديده. هتغنوها انتوا الاثنين ولا لا؟ انت بتلحنها؟ لا انا عاملها. ملحنها. ملحنها. انت ملحن لها الاغنيه. مش هينفع تقول اي تفاصيل عنها دلوقتي طبعا. هي هتنزل امتى المفروض؟ لسه بقى سموره يعني بتتقل شويه. بتلحن لمين تاني؟